انطلقت فعاليات منتدى مصر للإعلام بمشاركة أكثر من 1200 من الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب. يناقش المنتدى على مدى يومين كل ما هو جديد في مجال صناعة الإعلام والموضوعات التي شكلتها التحديات الإعلامية خلال السنوات الأخيرة. كما يعد المنتدى منصة دولية لتبادل الخبرات الإعلامية وتطوير مهارات العمل الإعلامي واستمراره في إطلاق مجموعة تدريبات صحفية للصحفيين والإعلاميين لوضعهم على خارطة طريق جديدة لإعلام المستقبل. الحدث احنا انتظرناه كتير جدا، سنوات طويله كنا منتظرين حدث في مصر يجمع كل اطراف الصناعه، يجمع الصحفيين بالعاملين في مجال التكنولوجيا، العاملين في مجال اقتصاديات الاعلام، المشرعين. المنتدى يضم الكثير من المحاور المهمه التي تشكل وجدان الجمهور في المرحله المقبله، وتعتبر تحديات كبيره وكثيره في ظل العولمه وفي ظل المحاور أو في ظل مستقبل العمل الإعلامي. بنتكلم على منتدى مصر للإعلام بيشتبك مع القضايا الرئيسية اللي ليها علاقة بصناعة المحتوى، اللي ليها علاقة بدراسة الأجيال الجديدة والجمهور الجديد اللي بدأ يتعاطى مع الوجبات الإعلامية بكل أشكالها. لابد كل الإعلام أن يكون مواكبا للتكنولوجيا الحديثة، لأن التكنولوجيا الحديثة متطورة، وأيضا لدينا أيضا الذكاء الاصطناعي، وهناك الخوارزميات تحيط بنا من كل جانب. أصبح اليوم الهاتف هو بأيدينا، أصبحت الصحف والإعلام والإذاعات أيضا موجودة في أيدينا. الورش الرائعة اللي بتتم في المنتدى بتناقش قضايا هامة، قضايا عالمية هامة بمختلف التوجهات، سواء حرية الصحافة أو التجديد الذي يتم في الصحافة والإعلام ودخول المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. في حاجة مهمة جدا ظاهرة في المنتدى السنة دي، وهي نسبة الشباب الكبيرة اللي واخدة جزء أكبر بكتير جدا في المنتدى.